هكذا تتواصل مشاهدينا متابعينا الكرام اشواطنا المستمره في هذا المساء لنجدد اللقاء والترحيب بمشاهدينا الكرام عبر شاشه دبي ريسنج من ارضيه ميدان المرموم تحفه الميادين لاكمال جولتنا الاولى فانطلقت الشوط الرابع مع الجعدان المهجنات الاذاع في اشواط التميز في ميدان المرموم أشواط النخبة والمتميزين الذين غادمين إلى هذه الانطلاقات وهذه التحديات الكبيرة والجميلة. انطلق الشوط مشاهدينا متابعين الكرام وانطلقت الآمال مع المضمرين في تحقيق الفوز وناموس في هذا المنطلق. نسير مباشرة نسير هناك إلى المراكز الأولى ننطلق مع هذا الاندفاع وهذه التحديات الجميلة. يسيطر على المقدمة ويقود المشاركين نشوان. نشوان تعود ملكيته لهجن الرياسة. هناك نسير مع المركز الأول ونتأكد ونتعرف على الحاسم الذي يقود المشاركين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. محمد بن سعيد بن مروشد يقوده في التضمير بينما يلي بالمركز الثاني هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد ومختار بن أحمد ياتي مضمرا بينما المركز الثالث يتقدم شاهين لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم وثاني بن عبيد بالكديدة يقدم لنا كلمة. متابعين الكرام نشوان من هجن الرياسة عيسى بن سعيد الخيالي أبو سلطان متواجد مع هذه الانطلاقات وياتيم لازم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن حمد بن غدير. يلا يا أبو راشد حرك ما تبقى للقليل وياتي شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. سفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري يضمره. هكذا مساري هذا الشوط وتحدياته في هذا المنطلق في هذا الأداء مشاهدين العزاء في تحفة الميادين في سباق التميز ميدان المرموم كذلك المتميز دائما. هذا التميز ما يتواجد إلا في المرموم. فكرة جميلة ورائعة وتاتي النخبة من الأصايل لتنطلق في التميز لتنطلق في هذه الأشواط تنطلق في هذه الانطلاقات. لا زال الحاسم ولكن هملول 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 لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد ومختار بن أحمد يقوده في التضمير. ولكن دير بالك يا مختار من فايز بالغافان. دير بالك من راعي مصيحة مضمر قوي قوي للقاية. الله 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 يا سلام الريان الريان وصل في هذه اللحظة لسمو الشيخ لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي فايز بن غافان اليابري يضمره. ولكن الله وصل مشوش وصل مشوش وصل 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 صاحب المكان. يا سلام يا سلام هكذا مشاهدينا الاعزاء مشوش مشوش من هجن العاصفه انطلق الى المركز الاول. حمد بن راشد بن غدير الواثق يقدم مشوش يقدم مع استعدادات هجن العاصفه. الله يا ابو راشد يا سلام يا سلام استعدادات جميله وحضور رائع دائما لهذا الشعار مع هذه الانطلاقات. ولكن هناك هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد مختار بن احمد يضمره والتحرك من شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. سالم بن حمد بن هيان العامري يتولى تضميره. هذه الامتار الاخيره وهذه الانطلاقات الجميله في الامتار الاخيره. بدا شاهين يتسلل بدا شاهين يتسلل مشاهدي الاعزاء الى مقدمه الشوط لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. سالم بن حمد بن هيان العامري يقوده في التضمير. ولكن هناك من الجانب الاخر مشوش مشوش ولكن خلاص شاهين اعلن الفوز اعلن الناموس. تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. تهانينا لسالم بن حمد بن هيان العامري على هذا الفوز. مشوش في المركز الثاني من هجن العاصفة والمركز الثالث ياتي في نجدة من هجن العاصفة المركز الرابع وصل في براق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. والمركز الخامس هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي
الحامد، هكذا كان مسار هذا الشوط وتحدياته في حالة الخمس المراكز الأولى في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل والرائع. هناك هذا هو على شاشة التلفزيون شاهين، يقطع المسافة 6 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 28 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا لسالم بن حمد بن هيان العامري بينما وصل في المركز الثاني. مشوش قطع المسافة 9 دقائق و29 ثانية، جزئين من الثانية من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير بينما المركز الثالث. المركز الثالث وصل فيه نجد من هجن العاصفة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق و30 ثانية، جزء واحد من الثانية. تهانينا وتهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير على هذا الفوز والناموس. التواصل إذن مشاهدينا الكرام مستمرا في تواصل هذا المساء، وهذه لحظات انطلاقة شوطنا الخامس في مساء هذا اليوم.